معنا من دبي للحديث عن الموضوع أخصائية الأمراض الباطنية والهضمية الدكتورة سوزان البدري. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. هناك دراسات دكتورة تقول أنه النظام النباتي سلبي على الجسم، وأخرى العكس أنه النظام الحيواني سلبي على الجسم. بين هذا وذاك، من أفضل لأجسامنا أن نتناول، وهل فعلا اللحوم الحمراء مضرة جدا للصحة؟ حياك الله، مساء الخير ليكي ولمشاهديكي. مساء النور. الحقيقة أنا رافضة فكرة التعميم العام على أن اللحوم الحمراء مضرة تماما، لأن هي لها فوائدها، لكن يجب تقنين طريقة استعمالها أو طريقة تناولها. يعني أكيد بتفق مع التقرير اللي أنت ذكرتيه في أنه اللحوم الحمراء مضرة لأنها تتسبب في ارتفاع الكوليسترول، وبدوره يؤدي إلى الإصابة بأمراض التصلب الشرايين وامراض القلب، وربما حتى السكته الدماغيه. امراض القلب تشمل امراض الشرايين التاجيه وجلطات القلب. اكيد ان اللحوم الحمراء مضره لمرض السكري، لانه بتساعد بشكل او باخر على زياده الكوليسترول وزياده الدهون الثلاثيه، مما قد يؤثر على اداء البنكرياس وقدره البنكرياس على افراز الانسولين الذي يساعد السيطره على السكري. لكن ما نقدرش نقول ان هي مضره لمرضى السكر بشكل كامل، هي بتقلل قدره الكبد على العمل، انما التقليل منها وتقنين استعمالها ككمية وكطريقة للطهي هتكلم معاكي فيها لاحقا. تفضلي. طيب دكتورة، ذكرتي حضرتك أنه طريقة الطهي، هل يجب طهو اللحم بشكل كامل، أم أحيانا نشاهد في الصورة في بعض المطاعم الطهي يكون تقريبا أكثر من نصف استواء، يحتوي الدم نوعا ما داخله، هل فعلا هذا مضر على أجسامنا؟ أكيد اللحوم قد تحتوي بعض الطفيليات، الطهي لحوم طهي كامل ده أكيد. أنا لما ذكرت الطهي كنت أعني طريقة طهيه في المنزل، لأنه أنا بعترض على تناول خارج المنزل بصفة مستمرة، لأنه الأكل خارج المنزل بيبقى الغرض منه أن يكون طعمه طيب أكثر ما يكون مطبوخ بشكل صحي، فبيتم خلطه ببعض الدهون وبعض مكتبات الطعام اللي قد تكون مضرة وقد تصعب من عملية الهضم. كنت أقصد مثلا على سبيل المثال أنه مثلا عند سلق اللحوم في مياه باردة أو في مياه ساخنة بيفرق كتير جدا. لو وضعت اللحم في مياه ساخنة ده بيؤدي إلى تجلط الدهون كاملة داخل اللحوم، ويصعب التخلص من الدهون إذا كانت المياه عند سلق اللحوم ساخنة من بداية الطهي. نعم، ده على سبيل المثال. فإحنا ده بالنسبة للحم المسلوق. اللحم المشوي ربما يكون أحسن حالا، لأنه بشكل أو بآخر يتم التخلص من الدهون فيه. بعض الناس تقوم بقلي اللحوم، فيتم سلق اللحوم بطريقة خاطئة ثم وضعها في الزيت اللي تم غليه على النار، فبيبقى الزيت ده تم تحويل الدهون فيه من دهون غير مشبعة إلى دهون مشبعة، وده بيصعب بشكل شديد هضم هذه الدهون وبيؤدي إلى زيادة الدهون المشبعة في الدم. طيب، المقصود به الكوليسترول والدهون الثلاثية. دكتور، أهمية الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء لتلافي مضارها. أكيد إن اللحوم الحمراء لها قيمة غذائية، وقيمتها الغذائية في الحصول على البروتين والأحماض الأمينية معروفة. اللحم الأحمر يحتوي على الزنك، والزنك مهم جدا لتحسين وتنظيم مستويات السكر بالدم، لتحسين المستوى التمثيل الغذائي ورفع المناعة والمساعدة على التئام الجروح. يحتوي اللحم الأحمر على الحديد، على الفوسفور، على المغنيسيوم، السيلينيوم، كثير من الفيتامينات. فاللحم الأحمر مطلوب أخذه، لكن يجب تقنينه. مثلا الجسم بيحتاج إلى من 50 ل 60 جرام من البروتين يوميا، وإذا ذكرنا أن 100 جرام من اللحم تحتوي على 20 جرام من البروتين، فإحنا جسمنا على الأكثر يحتاج 300 جرام من اللحم يوميا. نعم، وإحنا شفنا بناكل قد إيه في قطعة اللحم، ممكن يكون قطعة اللحم قياسها كبير، أو إحنا ما بناخدش قطعة، يعني رغيف آي اللي بتكون في أي وجبة في مطعم ممكن قيمتها نعم دكتورة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنصائح، حدثتنا من دبي أخصائية الأمراض الباطنية والهضمية الدكتورة سوزان البدري.